أهلا يا حلوين، كيفكم؟ شخباركم؟ شوف كيف صار عندنا منتجع الدراجات ما شاء الله. المهم اليوم ما في صباح الخير، لأنه أمس سوينا حفلة شواء، جلسنا عند الباب وشوينا وسوينا يعني زي حفلة شواء وزي كذا، وتأخرنا طولنا، فاليوم مصحينا بدري وما حتى أنا مصحيت بدري صراحة. طبعا أكيد ما سوينا غدا ولا أي حاجة، فالكل اتفق إنه نروح مطعم، فأنا مضطرة حالياً أروح مطعم، وإن شاء الله يا رب أدعولي ما أخبص. شوف البسة هذه من ضمن البساس حقتنا. طبعاً حالياً أذان مغرب، بس شوف كيف الجو ما شاء الله مرة حلو. وبس والله هروح المطعم وبعدين أصور لكم. هذا أمس اشتريته لي فترة، عيوني مرة تحرقني، يعني كل ما أحط مكياج تحرقني، إذا شلت المكياج كمان تحرقني. قال لي إنه ينفع للعيون الحساسة، فقلت أبغى أجرب، اليوم أول تجربة لي، بس مرة حلو. شوف فيه زي الإكلين، شايفين؟ المهم حجربه دحين، حمسح عيوني بي. وكمان هذا الشيء، هذا مرطب للجسم من نيفيا. تخيلوا دخلت الصيدلية، أنتوا عارفين أنا ما أشتري المرطبات اللي زي كده صراحة، ما احسها ماش اي كلام، مو زي لما تسويها بنفسك. انتوا عارفين انا من زمان اسوي لي خلطه خاصه، يعني لوشن خاص للجسم، لانه هذه احسها صراحه مو مره ترطب الجسم. والمرطب حقي خلص، فقلت خلاص خليني اخذ حاجه على الماشي ويعني امشي بيها حالي لحد ما اسوي لي المرطب حقي. تخيلوا بعد ما جيت البيت، يعني اخذته كده، والله ما كنت عارفه، يعني ما قريت. فبعد ما وصلت البيت رطبت يدي ونمت، لما صحيت يدي كلها حبوب وحمرة ومنفوخه وتعورني. في النهايه لما جيت قريت لقيت ايش مكتوب، شوفوا بالمسك طلع. والله العظيم لما كنت الصيدليه ما انتبهت انه بالمسك، على طول اشتريته، وانا عندي حساسيه من المسك. فحاليا ماني عارفه ايش اسوي به، خرجته هنا برا، طلعته هنا حطيته على التسريحه، قلت بشوف سلفتي، لو تبغاه تاخده، لو ما تبغاه حشوف اخواتي، لانه صراحه ما حقدر استخدمه، خليه هنا. وجبت كمان وطلعت كمان هذا الدفتر، هذا الدفتر دائما اكتب فيه اسئلتكم، اي احد يسالني حاجه على طول اكتبها هنا، لانه جوالاتي صراحه ما عاد اثق فيها. انا صور الشاشه على نفس السؤال، بس عشان دائما تتفرمت جوالاتي وتروح علي الصور. وبما انه اليوم صحيت مره متاخر وراح علي الوقت وما قدرت انه اصور لكم يعني فلوج، فقلت حرام يعني يروح اليوم على الفاضي بدل ما ادمج يومين مع بعض. خلاص حطلع دفتر الاسئله وحشوف ايش الاسئله اللي سالتوني هي في اخر فتره، وعلى طول حجاوب عليها اليوم. فاستنوني، اول شيء حروح اسال سلفتي عن موضوع هذا لو تبغاه اللوشن، والشيء الثاني حنكمل غرفه حمود لانه حتشوفوها قريب، باقي لك اكنسها واظبط الاشياء التنسيقات الاخيره، وبعدين حرجع اصور لكم فيديو الاسئله. حلوين، جاء وقت انه اجاوب على الاسئلة. هذا الدفتر جبته معايا، وحنبدأ باول سؤال. السؤال الاول طبيعي جدا، بما اننا في فترة الدايت في اسئلة كثيرة عن الدايت، حاخذ منها سؤالين وحدمجهم في سؤال واحد اللي هو
طيب الجواب على السؤال الاول اللي هو الدايت اللي انا اسويه غلط، طبعا انا ما حقول انه صح بس انا جربته اكثر من مره، يعني هذه مو اول مره اجربه، كل مره ابغى انحف على طول اسويه. صح انه ممكن يكون مضر بس هو فترته بسيطه، من اسبوع لاسبوعين توصل الوزن اللي تبيه وخلاص وانتهينا. وبالنسبه انه الشخص اللي ينحف بسرعه يرجع بسرعه، زي ما قلت لكم انا جربت هذا الموضوع قبل، ولا في مره من المرات رجع فيها وزني نهائيا، ما يرجع. يعني حتى لو سويتي دايت 6 شهور 3 شهور 50 سنة، تجلس تسوي مثلا دايت معين وفي النهاية بعد ما تخلصيه ترجعي للأكل اللي انت تاكليه طبيعي، أو تاكلي ترجعي تاكلي بشراهة، طبيعيا راح ترجعي. مو دايت سريع معناته انه حيرجع وزنك زي قبل، ودايت بطيء ما حيرجع، لا حيرجع طبيعي. لو رجعتي تاكلي بشراهة او اكثر من الفترة اللي قبل الدايت، طبيعي حيرجع، لانه انت جالس تدخل جسمك اكل اكيد بتمتن. بس وهذا المطبخ لسه مو كامل نهائيا، مو كامل يعني، باقي له شغل مره مره كثير، بس قلت بخلص فوق اول، يعني بنتهي من غرف النوم، بنتهي من غرفه الملابس ومن الصاله ومن الاماكن كلها اللي فوق، وبعد كذا اسير اشوف موضوع المطبخ تحت. السؤال اللي بعده، فهذه معاكم حق صراحة، يعني فترة طويلة وعدتكم بفيديو تربية الأطفال وما سويته، والسبب هو نفس السبب حق المطبخ، إنه أنا بخلص فوق كله عشان أبغى أسوي لكم فيديو واقعي. يعني ما أبغى أجلس زي كذا زي ما أنا جالسة دحين وأجلس أقول لكم سووا كذا وأفعلوا كذا وهذا صح وهذا غلط، ما أبغى زي كذا فيديو، أبغى فيديو واقعي، يعني أصور لكم فعليا أنا كيف بتصرف معاهم وكيف بأسوي. فإن شاء الله بإذن الله خلاص غرفة حمودة على النهاية، وغرفة الملابس كمان على النهاية، يصير فاضل لنا بس غرفة لاتين، وبعد كذا أسوي لكم إن شاء الله بإذن الله الفيديو أبدا ما نسيته، وعلى فكرة مكتوب هنا في الدفتر. سرير غرفة النوم أحس إنه مسبب أزمة كبيرة، هو حق نفر ونص مو حق نفرين، ولكن هو مكفينا، يعني هو مش بالصغر اللي أنتم متوقعينه. كلكم تقولوا لي صغير صغير عشان الغرفة أساسا كبيرة، فالسرير تحسوه ضايع فيه لها. مقاس السرير الفعلي مكفينا بالراحة، يعني أنا ودحم ننام عليه مرة يكفي. ولو تفتكروا في بيتي اللي قبل هذا كمان كانت تنام معانا لين لما كانت صغيرة، حاليا لين تنام في غرفتها، بس زمان كانت تنام معانا فيه وكان مرة يكفي. يعني حتى لو تلاحظوا في بيتي القديم لما سويت غرفة النوم ما كان فيه أبدا أي تعليق على موضوع السرير إنه صغير وما يكفي وكذا. لما نقلت لهذا البيت صورت غرفة النوم كلكم تقولوا لي صغير، والسبب هو حجم الغرفة مش حجم السرير. الغرفة ما شاء الله هنا مرة كبيرة، فالسرير تحسوه ضايع في النص. هناك كانت الغرفة ما مو صغيرة، كانت وسط، فكان السرير يعني تحسوه لايق على الغرفة، مع انه نفس السرير في الغرفتين، يعني ما غيرناه هو نفس السرير. طيب خلينا نتكلم كذا بصراحة في هذا الموضوع، لأنه هذا الموضوع كذا شوية مسبب لي أزمة. زمان مرة زمان في بداياتي كانوا يجوني أنا، يعني كانوا يجوني البنات يكتبوا لي في التعليقات أنت تقلدي فلانة، أنت تقلدي فلانة، وأنا ما أكون أقلدهم. يعني بعض الأحيان أنا أتعرف على قنوات البنات من التعليقات اللي تجيني، يعني أنا ما أعرف قناتها فكيف أقلدها. فزمان كنت أسوي حركة غبية، كنت أدخل على قناة البنت، يعني مثلا تيجي تكتبوا لي أنت تقلدي، هعطيكم اسم واحدة مشهورة كمثال بس عشان لا أحد يعلق لي. مثلا تيجي واحدة تقول لي أنت تقلدي قناة نانسي عجرم مثلا، فأنا إيش أسوي؟ أكتب في البحث نانسي عجرم وأدخل على قناتها وأسوي بلوك عشان لا أشوف فيديوهاتها وعشان لا أقلدها. بعد فترة حسيت إنه أنا غلطانة، إنه ليش أبلك البنت ما لها ذنب. فرجعت فتحت الحظر عن كل القنوات اللي بلكتهم يعني، وصرت ما أهتم لهذا التعليقات لما أحد يجي يقول أنت تقلدي فلانة وأنت تقلدي فلانة، لما أكون أنا عارفة إنه أنا ماني جالسة أقلد أحد، فما عاد أهتم. فأجلس أقول لنفسي خلاص يا غدا، مدام أنت عارفة إنك أنت ما يعني مو جالسة تقلدي أحد، خلاص لا تهتمي لهذه التعليقات. وفعليا ما عاد اهتميت ليها، ومن هذيك الفترة ما عاد جاتني هذه التعليقات. جينا من رمضان اللي فات لما بدأت أصور فيديوهات يومية، صارت تجيني تعليقات على قنوات بنات، غيدا فلانة تقلدك، غيدا شوفي فيديو فلانة سوت نفس المقدمة حقتك، غيدا شوفي فيديو مدري مين سوت نفس الطبخة حقتك، فلانة اشترت نفس الأشياء حقتك، فلانة قلدتك في فيديو مدري إيه. فالنقطة اللي بوضحها يا بنات إنه مجال اليوتيوب ما فيه تقليد، يعني أنت جاية تسوي فيديو عام،
فيديو تحطيه لكل الناس يشوفوه، في ناس يعجبهم في ناس ما يعجبهم، في ناس يحبوهم في ناس يكرهوه، فمن ضمن هذول الناس في ممكن ناس اعجبوا بالفيديو حقك فيقوموا يسووا زيه، يسووا زيهم طبعا مع اختلاف الشخصيات واختلاف الحركات واختلاف الاشياء، فالكل واحدة شخصيتها. موضوع التقليد انا اعتبره اعجاب، يعني ما اعتبره تقليد. لما تيجي واحدة تسوي نفس الفيديو حقي معناته عاجبها، معناته انا نسوي شيء حلو، فهمتوا؟ فموضوع التقليد ابدا انا ما اعتبره تقليد، يعني خلاص لما سويت نفس الفيديو حقي معناته عجبها وبس. والله هنا نكون وصلنا نهاية فلوق اليوم. ما اخذت اسئلة كثيرة، اخذت اسئلة بسيطة لانه بدأت انا عس وابغى انام، فراح اسوي ايديت للفيديو وبعدين انام. لهنا نكون وصلنا نهاية فلوق اليوم، اشوفكم على خير في فلوق بكرة ان شاء الله. فلوق بكرة يكون فيه حماس اكثر، فاشوفكم على خير في فلوق بكرة، مع السلامة.